السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلعب Resident Evil 6. لعبت انا شوي منه بس ما كملت، او يمكن ساعتين ثلاث او اقل من هذي الرقم، يمكن ساعة ونص او ساعة. بس الحين نلعبها Full HD و60 فريم بير سكند، بعدين بنلعبها في الجهاز الثاني اللي عندي ب 4K 100 هرتز، هني 16 هرتز. يمكن بعد كم سنة تتطور الشاشات ويستوي فيها جي سينك، والجي سينك فورك وفي 4K و144 هرتز، والشاشة تكون أكبر من 34 إنش. بس الحين أنا ألعب شاشة 4K و16 هرتز وسوني. لا تشترون ماركات ثانية لأن الماركات الثانية كذابة، أنواع واجد يقول لك شاشتنا 4K وتطلع